كنحتاج نصف لتر حليب، 50 غرام زبدة مذوبة، معلقة ونص سكر، رشة ملح، 2 بيضات. غادي نحتاج هنايا فاني بنكهة البرتقال، غادي نحتاج منه غير معلقة صغيرة، و 225 غرام ديال الدقيق. كنضيف 2 بيضات على الحليب، وكذلك نضيف السكر ورشة ملح. هنا عندي الزبدة مذوبة ما يعادل ملعقة كبيرة. هنايا عندي فاني بنكهة البرتقال، كنهز منو غير معلقة صغيرة. صافي، هنايا غادي نحاول نخلط مزيان. عاد غادي ندير الدقيق، من بعد ما خلطنا المكونات دابا كنضيف الدقيق وكنستمر في الخلط. صافي، هنايا كنحاول نميكسي مزيان الخليط ديالي باش كنحصل على واحد الخليط متجانس مثل الكريمة. هاد الأثناء غادي نخليه يرتاح لمدة نصف ساعة، عاد نطيبو. من بعد ما ارتاح ليا الخليط ديالي سخنت مزيان المقلة تكون ما كتلصقش، عاد كنضيفلو الخليط كيف ما كان موضح في الفيديو. كنحس بيه كيتحمر بالجنب، صافي كنقلبو وكنخليه يتحمر من الجهة التانية، وكل مرة كنبقاو ندورو في الكريب ديالنا. بالنسبة للنار خاص تكون مهيلة على الوسط، ما تكونش مجهدة بزاف، وصافي كنبقى نستمر في الدوران ديال الكريب حتى كيتحمر ليا من كل الجوانب. وغادي نبقى نستمر نفس العملية حتى نكمل الخليط ديالي. Thank you.
اول كريب ديالنا كيجي على هذا الشكل، كيجيو خفاف وبنان، نص دهنتهم بالشكلاط ونص دهنتهم بالعسل مع اللوز ايفي اللي حمرته في الفرن. كنتمنى يعجبكم الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، والى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله.